السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بأحسن حال. بدأنا جولتنا النهاردة من عند سور مستشفى الجلاء في الوكالة، ودي جولة يوم الجمعة. تابعوا معايا النهاردة بقى ونشوف الجولة أخبارها ايه، وكمان نشوف الدنيا كانت عاملة ايه في الجو بقى اللي كان فعلا صعب جدا. جولة يوم الجمعة يا جماعة فعلا كانت الدنيا هوا بقى وبرد، بس الاستندات كانت كتير جدا، استندات مالية الوكالة، مغرقة كده الوكالة، والاستندات كانت مليانة على آخرها، وكان في لبس حلو جدا. تابعوا معايا بقى الجولة، ولو لسه متابعيني جديد ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. بداية هنا قابلني الاستندات اللي هي ب25 جنيه، دي شفت فيها حاجات اهي زي ما انتم شايفين بالتيكت لسه جديدة، وكانت اي قطعة ب25 جنيه. ديت اللي انتوا شفتوها بيجامة ستان حلوة جدا و25 جنيه، ممكن نطلع من الستاند دي فعلا حاجات لقط. هي هنا لسه كانت الدنيا رايقة شوية، بس بعد كده بدأت الدنيا تبقى زحمة جدا، وهتشوفوا معايا دلوقتي الجو اتقلب ازاي في لحظة. يعني في لحظة الدنيا بقت كلها على بعضها كده من كتر الستاندات والناس كمان. يعني على الرغم من الحر والجو كانت الوكالة النهاردة زحمة جدا. طبعا احنا هنا لسه الصبح، يعني بصوا الدنيا هو لسه، حتى في استندات كمان لسه يعني لسه ناس ما جاتش. الاستند ده كان ب75 جنيه، كان في حاجات عجبني، هو جذبني السواريه ده، يعني الفستان ده كان شكله حلو، فهو ده اللي انا جيت بصيت على الاستند فقلت اوريه لكم برده معايا. وده كده زي فستان برده حلو شكله كويس. انت كل ما بتقلبي في الاستندات دي، جامب سوت كده او سلوبيت اسود وواسعه ومعقوله حلوه. طبعا الاسود بيبقى في التصوير مش ولا بودي، بيبقى لونه باهت شوية. طبعا هنا كانت لسه الدنيا رايقة زي ما بقول لكم، فبصيت كده في الستاندل ده كنت شايفة في ناس زحمة عنده، يعني انا شفت ناس كانت بتنقي حاجات منه، و يعني شفت ناس زحمة كده خدت منه ومشيت، فانا قلت بقى تعالوا نشوف ايه هو الخبايا اللي جوه الستاند ده. فوقفت كده وبدأت اتفرج كده على الحاجات اللي موجودة، هي حاجات طويلة واسعة، ماركات كلها دي من ماكس. بلوزة تحفة جدا، بصوا ما فيهاش اي حاجة خالص، وحلوة وجديدة بالتيكت. طبعا الا يعني هي بصوا ب120 بس براند. ده زي جاكيت كده برضو لو لبست تحتيه توب كده، وشكله تحفة جدا، خاصة انا بتعجبني الحاجات اللي هي بتبقى مخططة كده، او دي اللي هي خاصة التايجر ده بيبقى تحفة بجد في اللبس. انا بقى يعني دي من الحاجات اللي انا بحبها برضو. البلوزة واسعة، الكمام بتاعتها تحفة جدا، شايفين هنا انا عمالة اتنقل بين الستاندات، يعني انا مش بثبت عند ستاند واحد، يعني باخد شوية من هنا ودخلت هنا على البلوزة دي. او بصوا شكلها جميل جدا، الابيض بصراحة تحفة، كانت طويلة كده والكمام بتاعتها واسعة وحلوة قوي. البلوزة دي برضو من الألوان الهادية كده، شكلها حلو ما فيهاش شغل كتير وجميلة جدا. دي برضو من البلوزات القمر بجد يا بلاش، فعلا تحفة جدا، من شي ان اهي هوريها لكم. طبعا هبص لكم عليها تاني بوريكم شكل الكمام. بصوا دي جديدة، بصوا يا بنات جديدة بالتيكت، ما فيهاش ولا غلطة ولا فيها ديفو ولا اي حاجة خالص، اهي من شيء ان كنت بحاول اوريكم البراند بتاعها. البلوزة بجد ما فيهاش اي حاجة خالص، جميلة جدا. دي زي برضو من الدرس كده، فشكله برضو تحفة وجميل جدا. بصوا بقى يا بنات النهاردة الوكالة فعلا كانت الصبح الدنيا رايقة وحلوة، والجو ما كانش فيه اي مشاكل خالص، يعني الجو كان معقول الصبح كده على الساعة 8-9. بعد الساعة 10 بدأت الدنيا تتغير، تراب بقى والجو بدأ يبقى حر جامد. الناس كلها اللي كانت في الوكالة النهاردة كله ماسك حاجة ساعة، كله ماسك مية متلجة، ففعلا الجو كان فعلا صعب. دي كلها شايفين كده البلوزة دي برضو معقولة كده، منقطة نقط بيضة خفيفة، وهي أصلا واسعة وحلوة قوي، هي على فكرة طويلة، الكمام بتاعتها بأستيك، وكانت أظن من ماكس. دي برضو معقولة جدا، شايفين شكلها
حلوة قوي وواسعة، الصدر بتاعها كده واسع، وكانت من ماكس برضو. دي بلوزة كان شكل غريب كده برضو، قلت اوريها لكم. يعني ما كانش، اظن ما كانش ليها كمام. دي اللي انا كنت بصور فيها البلوزة، دي كانت شكل اللي انا لابسها بالظبط. يعني كنت لابسة دريس اهو، شايفين لو خدتوا بالكم من الكمام اهو، هي بالظبط مخططة كده. وبس ديت كانت ماركة برضو من ماكس. الناس كانت زحمة على المكان ده، فبصراحة قلت ادخل كده واشوف ايه الحاجات اللي موجودة. والله الناس كانت بتشتري كميات منها، انا شفت بنات كانت واقفة بتختار كده، وفعلا حاجات عجبتهم جامد في الاستندات اللي جنب بعضها. بصوا انا مش واقفة على استند واحد، يعني انا عمالة اتنقل لكم من استند، كل ده كان اللي هو ب 150. طبعا في بنات هتقول دلوقتي طب ما 120، لا 120، انا قلت ايه، لا 120. بصوا دي تحفة جدا، كان فيها شغل استرس كده على الصدر من فوق، وشكل كده دانتيل من البلوزة نفسها، بس كانت طويلة وواسعة وحلوة قوي. بالتيكت دي، بالتيكت جديدة من شي ان. دي ستان، البلوزة دي ستان كده لونها غامق شوية، بس واسعة وطويلة برضو وحلوة قوي. هي كانت مدية على زيت شوية. دي الحاجات اللي هي القط، شايفين البلوزة دي برضو طويلة ولونها اسود كده. دي بلوزاتي برضو للسن المحير، وليها لبس يعني في ناس بتحبها. بصوا هي مش جيبة، يعني اللي هيبص فيها يقول لا ده مش جيبة، دي بلوزة. ده زي برضو من دريس كده، وشكلها حلو قوي. بصوا شكلها وجمالها بجد تحفه، حتى رقيقه يعني، حتى الالوان اللي فيها والشغل اللي فيها كان رقيق جدا. البلوزه دي كانت عامله زي ليها زي الشيلان كده، او حاجات واسعه بتديها شكل حلو. للكاروهات بقى واللي بيحب الحاجات الكارو كتير جدا، يعني ما تعديش بقى من الاستندات اللي فيها اللبس الكاروهات بكميات رهيبه. بصوا انا مش عارفه الاستندات النهارده كانت مليانه مليانه على اخرها. انا واقفه هنا تحت الكوبري، يعني لو انت مش عايزه تلفي ومش عايزه تحتاري هتنزلي، لو انت جايه مترو، لناس كتير بتسال في التعليقات نوصل ازاي من عند محطه جمال عند عبد الناصر، دي محطه المترو. بصوا البلوزه دي بجد قمر، جميله جدا، الخطوط اللي فيها وشكلها فعلا روعه روعه. بكمل لكم برضو، ودي حلوه قوي برضو. الناس اللي هتيجي من محطه جمال عبد الناصر بتطلع بس السلالم، بتوصل عند محطه الاسعاف، بنتمشى شويه من عندها، من عند يعتبر من عند محطه الاسعاف بتبدا تقابلنا استندات الوكاله. مش عايزه تلفي بقى ولا تدخلي جوه في الوكاله، لان بصراحه انا لاحظت ان تحت الكوبري، عشان كده انا خليت لكم الجوله النهارده كلها، انا يعتبر تحت الكوبري فعلا حاجاته ارخص بكتير ما هتدخلي من جوه بقى وتتعمقي بقى جوه الوكاله والمحلات بقى. طبعا اسعارها بتبقى اغلى من، يعني اغلى من الاستندات اللي بتبقى مفروشه من بره. فتحت الكوبري شايفين هنا تحت الكوبري، طبعا باين اهو واضح المكان، في عندهم حاجات حلوه جدا. طبعا قابلنا استندات كتير كانت ب 15 جنيه، هوريها لكم لبس اطفال، وفي بلوزات، في دريسات كمان، في لبس طويل. يعني كل حاجه موجوده تحت الكوبري، بس عايزاكي بقى ايه لما انت توصلي لفي، يعني مش تبصي بصه كده وخلاص، لا ممكن استند تلاقيه ب 20 جنيه او ب 25 جنيه او ب 15 جنيه كمان، وتسيبيه وتمشي، لا بتقابلك في حاجات لقط فعلا، بتبقى في حاجات لقطه. البلوزه دي شايفين جمالها حلو قوي. انا مش عارفه النهارده ليه انا مسكت جامد في الحاجات اللي هي الكاروهات او الابيض في اسود. دي زيتي، دي بصوا كان لونها زيتي. طبعا هنا الاضاءه عامله شويه، خاصه لما بتيجي تعدي عربيات ولا حاجه الدنيا بتظلم خالص. بصوا بقى جمال البلوزه، انا عايزه احطها كده على الاستاند واوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين الشغل اللي فيها فعلا روعه، البلوزه قيمه واصلا براند، والكمام بتاعتها عليها شغل حلو كده بالدانتيل. الاصفر برضو دي من شي ان اهي، كشكل بلوزة حلوة قوي، يعني للي بيحب برضو الألوان دي بتلاقوها موجودة، والبلوزة أصلا واسعة وجميلة، والكم بتاعها تحفة، لونها حلو، فيها زي دانتيل كده أصفر على الصدر. شايفين دي جمالها بصراحة حلوة قوي يا بنات.
الكمام بتاعتها واسعة، وهي أصلا البلوزة زي فيها بليسيه كده على البلوزة من قدام. بصوا اللون دي رائع جدا، شايفين الألوان؟ بصوا ده زي دريس كده طويلة برضو كاروهات. هنبدأ ندخل على استندات تاني. بصوا الاستندات الطويلة برضو كان فيها حاجات حلوة قوي، يعني بصوا كان ب55 جنيه، وكان فيها تونيك، درسات كتير، بس بصراحة كان في استندات بتبقى مليان على بعضها خالص لدرجة مفيش نفس كده. والله انا لدرجة قلت لهم يا جماعة انتوا يعني بتبقوا مليانة خالص، عايزيني اعرف ازاي اقلب فيها، يعني بتبقى لدرجة مفيش نفس تحركي. دي كلها الحاجات اللي هي ب55 جنيه، حاجات طويلة فيها حاجات حلوة. يعني بصوا دي تنفع للبيت برضو، جلابية كده جميلة، شايفين الاستندات على بعضها. دي برضو جينز كشكل برضو حلوة، كل كده كل اللي احنا بنتحركه ده في نطاق تحت الكوبري. نبص برضو نلقي نظرة كده على الحاجات اللي هي 65 جنيه، كان في حاجات برضو معقولة. نبص على الاستند اللي فيه براح شوية، لان الاستندات التانية بتبقى مليانة على بعضها جامد، يعني عايزة ايه مش عارفه والله. ده في استندات من كتر ما هي مليانه ما بقدرش احركها اصلا. شايفين ده كله كده بقى، ده كان سعره 65 جنيه، برضو بلوزات طويله وحلوه قوي. دي كانت لونها اسمر وواسعه وحلوه وماركه برضو اتش اند ام. دي من سبلاش، بصوا شكلها في كل، يعني في حاجات حلوه قوي ممكن وانت بتقلبي فيها بالتيكت وجديده، يعني بتبقى فعلا حاجات فرص ولقط قوي. دي للناس برضو اللي بتحب الحاجات الزهري، شكلها معقول وحلوه قوي برضو. كل ده احنا واقفين تحت الكوبري على طول، تحت الكوبري ده طبعا شايفين اول ما بتعدي حاجه بص الدنيا بحسها ان هي ظلمت شويه، بس هنا كانت لسه الدنيا حلوه كده وشايفه ان المكان فيه اضاءه برضه. بس هو عامه تحت الكوبري ده بتبقى الاستندات كتير جدا، يعني من عند محطه الاسعاف لحد ما بنوصل تحت الكوبري، للناس اللي مش عايزه تلف قوي في الوكاله وعايزه تختصر على الاستندات اللي تحت الكوبري. في بقى يعني في استندات كتير، وكل ستاند بيبقى مكتوب عليه يعني اسمه، بس وقت ما بيجي بقى بلدية كل ده بيتغير وكل واحد بيرجع مكانه والناس بتختفي، يعني ممكن فجأة كده وانت رايحة تلاقي الدنيا هس هس. فليه بقى بتبقى في البلدية؟ لان على طول بتبقى يعني مش على طول، احيانا كده بتبقى مضايقاهم و بتخليهم يشيلوا من المكان ويجروا بقى في اماكن تانية، بس سبحان الله وقت ما بيرجعوا بتبقي شايف يعني وقت ما بيرجعوا فكل واحد عارف مكانه وموقعه وحدوده وكل حاجة، فممكن تلاقي الدنيا هديت شوية بس بعد كده بترجع تاني الدنيا بتبقى رايقة والاستندات بترجع أماكنها كمان. بص دي من ماكس حلوة قوي البلوزة دي، برضو مخططة كده أورانجي مع أبيض. دي كانت الاستندات أم 65. تعالوا كده نشوف شكلها إيه أو الحاجات اللي موجودة فيها. هو كان الستاند دي اللي هي اسعار التحدي، يعني برضو عشان بيبقوا كل استندات بيبقوا هم معلمين حاجتهم وعارفين، بيبقوا عارفين الحاجة عارفين كم عدد، يعني سبحان الله بص كمية اللبس قد ايه، وبيبقى كل واحد صاحب ستاند عارف الستاند ده فيه كم قطعة وعارف كل قطعة موجود منها كم لون، يعني سبحان الله بيبقى فاهمين، لأ ناس خبرة يعني، وبيبقى عارف بقى. يعني بص ممكن انت لو ماسكه الحاجه دي بتتفرجي عليها وجيتي حطيتي بقى الشماعه اتجاه غير الاتجاه اللي هم عاملينه بيرجع بسرعه، تبص تلاقيه بيظبطهم، يعني بيرجع كده يظبط الاستندات الشماعات الاتجاه اللي هو عايزه، يعني بحيث ان هم كل واحد عارف استنداته وعارف عددها وعارف كل حاجه. طبعا الوكالة دي من الأماكن يعتبر اللي بتبيع الحاجات البراندات الأصلي في مصر كلها، هو ده المكان الوحيد اللي بيبيع الحاجات اللي بالأسعار دي. انتوا بتقلبي بتقابلك حاجات حلوة قوي. طبعا هنا في استاند تاني اهو،
زي ما انتوا شايفين دي البناطيل، بقى في منها بناطيل خروج، في بناطيل الجينز زي ما انتوا شايفين. انا قابلتني استاند مليان بناطيل كان كله جديد بالتيكت كده، هوريه لكم طبعا دلوقتي. شايفين الاستاند ده كله بقى كان كمية البناطيل الكتيرة اللي انتوا شايفينها دي. كان في منها بقى طبعا مقاسات كبيرة ومقاسات خاصة، بقى كان في اللي هي المقاسات الكبيرة جدا اللي انت قليل لما بتلاقيه. كل دي بناطيل خروج. بص ده بنطلون خروج لونه نبيتي بصراحة حلو قوي، وشكله كخامته حلو قوي واسع، وكل ده كان على 75 جنيه. ده شاموا القماشة دي كنت شاموا. ده جينز برضو، الجينز برضو طبعا كان كتير جدا. ده كان بنطلون اسود واسع. بصوا في التصوير هو مش باين قوي، بس بصراحه كان تحفه تحفه يا بنات. يعني ده لو انت هتدخلي المحل مش هتجيبيه اقل من 350 جنيه. ده قماشه كان لونه بيج حلو قوي للخروج برضو. ده كان كلها كده بناطيل خروج، يعني الستاند ده كله، وكان في ستاند تاني جنبه كله كان لبس خروج. بصوا البنطلون ده واسع من ماكس، خروج حلو قوي لونه بيج شكله بصراحه، والموديل بتاعه والستايل بتاعه حلو قوي. يعني اللي عايز بناطيل هتلاقوها موجوده ستاندات كتير تحت الكوبري على طول، بناطيل خروج، بناطيل جينز، بناطيل قماش، كل الانواع هتلاقوها موجوده كمان تحت الكوبري. يعني تحت الكوبري ده بصراحه مغاره علي بابا، مليانه حاجات حلوه كتير. هنا بصيت لقيت سعر 85 جنيه، فانا مش عارفه ايه هو ده، قلت تعالوا نبص كده مع بعض نشوف ايه. اتاري عباره عن بناطيل قماش، بناطيل ليجن، بس مش عارفه ليه السعر هنا 85 جنيه ليه يعني. بس هي عشان كانت كلها جديده، يعني الستاند ده كله كانت بناطيل جديده، فما وقفتش عندها كتير. الستاند ده بقى كله بالتيكت جديد، كلها دي بناطيل. بواقي اكبر محلات من المحلات الكبيره اللي هي بتبيع براندات، وكل الستاند بلا استثناء طبعا في التيكت بتاعه كله كله. يعني بصوا شايفين البنطلون طبعا كتير، يعني كل الستاند ده كله طبعا نعرف ازاي، لان التيكت كان باسم البراند اللي موجود على البنطلون نفسه. يعني مش هو التيكت اللي هو زي النايل والحاجات دي اللي بيبقوا هم حاطينها، لا التيكت اصلا اصلي. بصوا بقى البنطلون ده بصراحة مش عايز اي كلام، حلو جدا استك كده، وكان في منه اللون النبيتي واللون الرصاصي. مش عارفة ليه انا ما وقفتش عند البنطلون الرصاصي، كنت عايزة اوريه لكم برضو. كان زي النبيتي بالظبط، وكان استك وزي بليسيه كده واسع قوي. بصوا البنطلون شكله عامل ازاي. الستاند ده كله كده كان كله جديد، يعني الولد كان واقف كان بيقول لي ده كله الستاند دي بناطيل جديدة بالتيكت. في طبعا الالوان اللي هي غامقه شويه، وفي الالوان اللي هي الفاتحه كمان. شايفين ده كمان زي الليجن، يعني ده الجنس بس اللي هو بيمط. البنطلون الجنس ده برضو حلو قوي. كل المكان ده احنا واقفين ما رحناش ولا يمين ولا شمال خالص، احنا تحت الكوبري بالظبط. للي عايز بقى بناطيل موجود، اللي عايز جواكت برضو، اللي عايز سويتشيرتس موجودة كتير تحت الكوبري. يعني للناس بقى اللي مش عايزة تلف في الوكالة، بصراحة انا شايفة ان تحت الكوبري اسعاره ارخص بكتير ما بندخل جوه الوكالة، لان هنا بتبقى برضو الدنيا زحمة قوي. يعني احنا لسه زي ما انتوا شايفين الدنيا بدأت تبقى رايقة شوية، بعد كده والله بصوا حسيت الدنيا كانت صهج بقى. يعني سبحان الله فعلا، ساعات الارصاد بتقول صح، وساعات بيخلفوا في كلامهم. يعني لما كانوا بيقولوا ان الصبح فعلا الجو هيبقى حلو والدنيا تبقى الجو معتدل وكويس. شايفين ان انا وصلت لكم لاخر اخر ستاند في الاستندات اللي موجودة هنا. هبدأ الف تاني من الناحية التانية عشان اوريكم استندات تانية. طبعا هنا كان سعر 65 كان كتير جدا، اسعار كمان 30 جنيه كانت موجودة كتير. فالوكالة النهاردة كانت متنوعة الاسعار بتاعتها، 65 30، وكان في حاجات ب15 وفي ب25 جنيه. بصوا ده كده شايفين دي البلوزة دي قمر بجد حلوة قوي. انا بيعجبني الحاجات اللي هي بتبقى الالوان دي. شايفين دي برضو كستايل بتاعها برضو شكله جميل جدا ورقيق. يعني انا بصوا بوريكم هنا بطريقة عشوائية شكل الستاند. دي برضو بجامة ستان
لونها اخضر على زيتي، مش عارفة اللون ده ايه. بصوا بقى البلوزة دي كانت واسعة كده، الكمام بتاعتها كانت تلتين كم، يعني مش كمام طويلة. برجع بوريكم سعر الستاند. هنا وشايفين باب مستشفى الجلاء، احنا قدام الاستندات اللي هي عند باب مستشفى الجلاء على طول. شايفين البلوزة دي برضو حلوة، معقولة قوي وجميلة، وليها زي استرس كده على الياقة نفسه، فصوص كده لونها فضي وشكلها حلو قوي. انا عايزة اوريكم شكل البلوزة دي بالذات لان هي جذبتني جدا، كانت مش بلوزة عادية، كانت متبطنة جوه كده شموع، يعني دي تنفع شتوي مش صيفي. بصوا بحاول افتح لكم كده اوريكم شكلها جوه، من جوه كده متبطنه قطيفه، وهي تنفع قوي للمناسبات بس ما تنفعش للصيف، يعني هي شتوي اكتر. شايفين شكل دي برضو الستايل بتاعها، هي خفيفه بس واسعه. دي بلوزه طويله من الستايل اللي هو بيبقى قصير شويه من قدام وطويله من ورا. بصوا دي برضو بس كانت جديدة، شايفين دي بالتيكت يعني اهو. بصوا ماركة برضو، ستايل بتاعها واسع كده وحلوة قوي. شايفين دي كمان جميلة جدا، واسعة والكمام بتاعتها طويلة وواسعة، وليها زي فراشة كده في البلوزة. للي بيحب بقى القمصان، قميص كده حلو قوي، في طبعا الكاروهات كتير جدا، دي مخطط وشكله حلو. هوريكم كذا، كنت الاستاند ده برضو كان فيه حاجات كاروهات كتير بس ليها زي استك كده او على الوسط. اللون ده برضو لون كده ليموني، شايفين شكله برضو قميص، قميص خروج شكله حلو. الاستاند ده كان، بصوا كنت بوريكم هنا الرسمه اللي هي عامله زي استرس لونه فضي كده على البلوزه نفسها. شايفين بقى هنا ده برضو كاروهات، كل الاستاند ده كده من ورا، يعني بصيت حاولت اوريكم كده الاشكال اللي موجوده. كان في كام حاجه كده كاروهات. البلوزه السوداء اللي انا عديتها دي كان اللون بتاعها غامق قوي وحلو قوي، دي برده كان شكلها تحفه بصراحه. الكمام والستايل بتاعها كان حلو قوي، بصوا كانت بالتيكت كمان، شايفين شكلها جديده بالتيكت. طبعا هنا انا عماله اتنقل من هنا لهنا لهنا. البلوزه دي كاروها، استنوا هوريها لكم، حلوه جدا التايجر دي، برضو كان سعرها 65 جنيه. شايفين دي بلوزه برضو لونها كحلي وليها زي شرايط كده تتربط زي فيونكات، دي كان قماشتها زي الفيزون كده. بصوا بقى التايجر، يا جمال البلوزه دي بجد عجبتني جدا، شايفين شكلها قمر بصراحه، روعه. الستايل بتاعها اللي هي كانت طويله حاجه بسيطه، يعني من ورا كده ومن قدام قصيره شويه، بصراحه جميله حلوه قوي. والستايل والتايجر بتاعها روعه، والكمام بتاعتها يعني بصوا ضيف اللبس بتبقى مريحه جدا. لا بصراحه عجبتني، حلوه قوي. تعالوا برضو دي كلها الاستندات اللي هي تحت الكوبري كانت موجوده ب 65 جنيه. شايفين بقى جمال البلوزه دي، قمر بصراحه، روعه، مش عايزه اي كلام. الكمام بتاعتها اللي هي تلتين كم، يعني الكمام بتاعتها اللي هي مش طويلة، ستايلها حلو قوي. برضو دي تلتين كم البلوزة دي برضو حلوة قوي. بصوا كان فيها زي جزء كده لونه أبيض زي شريطة كده على البلوزة نفسها، وحلوة برضو. بصوا البلوزة السودة دي طويلة جدا، دي عاملة زي ممكن الدريس كمان، من الدريس هي طويلة جدا، يعني بصوا شكلها كمان من ورا وحلو قوي من شي ان كمان. اللون بتاعها كان اسود غامق، بصوا شكل الكمام كان ليها الشغل كده حلو قوي، الاسترس بتاعها كان جميل جدا. شايفين دي كمان، بصوا الكمام بتاعتها كانت جميله وحلوه قوي بالنسبه لي اللي لونها اسود. شايفين هناك عند بوريكم عند سور المستشفى بتاعت الجلاء، بصوا الزحمه هناك كانت عامله ازاي.
الناس كانت زحمه جدا على الاستندات اللي هناك، بس بصراحه الاستندات اللي موجوده هناك كان سعرها يعني في حاجات غاليه جدا، يعني كانت في حاجات ب 120 ب 85، ما قابلنيش هناك استندات اسعارها رخيصه شويه، يعني كان قليل قوي لما بتقابلك استندات باسعار رخيصه في المنطقه اللي هي حدود قدام مستشفى الجلاء على طول. شايفين البلوزه دي جديده اهي بالتيكت اصلا، كنت عايزه اوريكم، انتوا يمكن خدتوا بالكم كده معايا شكلها الستايل بتاعها كان حلو قوي، دي برضو شكلها جميل. يعني بصوا الاستاند ده بصراحه كان فيه حاجات حلوه جدا، كل الاستاند ده اللي هو سعره 65 جنيه. دي بقى اللي هي فيها شغل كتير بقى، بهرجه كده والوان وحاجات كتير، دي برضو كان شكلها يعني ستايل تاني كده، في ناس بتعجبها. شايفين دي كمان، يعني يعتبر الاستاند كله. الكروات بصراحة قابلني كتير، والأبيض كمان كان كتير جدا، والأسود كان كتير، فالاستندات بصراحة كانت مليانة ومتعمقة كده من الحشو اللي مليان فيها. في حاجات ممكن استند تقفي عنده ب 15 جنيه، بس عايزة بقى تقلبي كده براحة وبرتي، يعني ما تتستربعيش، بتجري بسرعة كده وانت بتقلبي هتقابلك حاجات حلوة قوي. شايفين البلوزة دي برضو كشكل حلو قوي، بصوا الكروهات زي ما انتوا شايفين كتير، دي برضو كانت جديدة بالتيكت بتاعها. شايفين ايه الكروهات دي برضو، على فكرة الكروهات ده بيبقى حلو قوي في اللبس. شايفين انا كده بوريكم اخر الستاند، كان كذا واحدة كده، كان كذا بلوزة كده جنب بعضهم ب 65 جنيه. تعالوا بقى نتمشى بقى برضو كده مع بعض ونشوف استندات تانية موجودة تحت الكوبري. احنا كده كل ده في حيز المنطقة اللي تحت الكوبري يا بنات. طبعا احنا هنا كانت الوقت هنا حوالي عدى الساعة 9 كده او 9:30، لان بعد كده لقيت الدنيا فعلا بقت حر جدا، ما قدرتش استحمل الحرارة. شايفين هنا، طبعا انا كنت في اليوم ده اللي هو يوم الجمعه مشيت اتمشيت شويه هنا بعد كده لحد ما وصلت لفرشه زهران المجنون، وكمان صورت لكم عند احمد بوجي اللي هو بتاع الكوتشيات البراندات. ان شاء الله استنوا الفيديو باذن الله، مش عارفه هينزل قبل ده ولا بعد ده، المهم ان انا بجهزه لكم برضو عشان تبقوا شفتوا الحاجات في نفس اليوم اللي انا رحت فيه، وده كان يوم الجمعه يا بنات. بصراحه كان يوم الخميس كان الجو حراره شديده وكان الجو فعلا صعب جدا، فانا ما توقعتش ان هيبقى يوم الجمعه نفس الحراره او نفس التراب بقى والزعابير والحاجات اللي كانت بتقع على الكباري واليوفط اللي كانت بتقع، لان كان يوم الخميس ده صعب جدا وفي حوادث حصلت فيه كمان. فانا كنت متردده بصراحه، يعني انا كنت متردده اروح ما اروحش اروح ما اروحش، فاخر قرار خدته قلت يلا بقى نتوكل على الله ونروح بقى واحنا وحظنا، هنشوف الدنيا اخبارها ايه. الصبح بصراحه زي ما انتم شايفين كانت الدنيا هاديه، يعني الدنيا حلوه الى حد ما، وبدأت بعد كده، بدأت بعد ما وصلت يعني هنا سبت المكان كانت حوالي تقريبا الساعة 10، لحد ما بدأت اتجه بعد كده لحد صورت عند زهران وعند احمد بوجي، برضو كانت الدنيا زحمة عنده، يعني على الرغم ان الجو بصوا شايفين عامل ازاي، بس بصراحة الدنيا كانت زحمة، يعني سبحان الله. برضو الستاند ده برضو كانت بناطيل وكان سعرها 75 جنيه، كان فيها حاجات ليجن حاجات جينز. البنطلون الاولاني ده كان شاموا، ما كانش قماش. في طبعا هنا كميه بناطيل بقى للي عايز بقى بناطيل خروج، للي عايز بناطيل ليجن جينز، كميه بناطيل كتير جدا، و 75 جنيه سعرها. والله كان في بناطيل اللي هي ب 25 جنيه، بس بصيت فيها ما كانتش عجبتني للدرجه. بصوا البنطلون ده بليسيه كده وقماش، طبعا خروج حلو قوي، الوانه برضو هاديه وكويس. ده البنطلون الجينز برضو، يعني كميه بناطيل كتير، والبناطيل القماش هتلاقوها موجوده، وبناطيل الخروج كتير جدا. بصوا ده كان جديد بالتيكت اهو زي ما انتم شايفين، بنطلون خروج واسع. البنطلون الاسود اللي انا عديته برضو كان واسع حلو قوي خروج.
هنا بقى الليجن، الجينز، القماش، يعني يعتبر الستاند ده كان متشكل جدا. شايفين شكل البنطلون ده كان عامل ازاي؟ كنت عايزة اوريكم اللون الذهبي اللي هو كان في البنطلون نفسه. دي كانت دريسات كده وحاجات تانية برضو على نفس الستاند. هنا هوصل لكم لاخر الكوبري. شايفين هنا كانت الستاند ده ب35 جنيه، كنت بوريكم ان كان فيها برضو بناطيل جينز ب35 جنيه، يعني فيها حاجات ممكن تعجب ناس وفي حاجات مش ولا بد. يعني كانت الحاجات اللي هي ب75 كانت احسن بكتير. شايفين بنطلون تايجر برضو فيعتبر ايه، ما كانش في حاجات تجذب قوي للدرجة. شايفين هنا كانت الاسعار ب25، كان في بلوزات برضو ب25. بصوا قلت اوريكم كده البلوزه ام 25 كان فيها تراب، يعني هي كانت متطربه، يعني اظن ان الاستندات دي معظمها كانت عايزه تتغسل، مش عارفه ليه سايبينها بترابه. بس لا فعلا الجو والبرد والتراب ممكن يعمل اكتر من كده كمان في الاستندات او في اللبس كمان. هنا بقى شايفين الاستندات دي كلها كده اسعارها رخيصه، دي ب25 جنيه، ده بنطلون ستان بس بصراحه قمر جميل جدا والله، عجبني تحفة، و25 جنيه. والبنطلون برضو البليسي ده الاسود ده كان حلو، بس مش بنطلون او يعني شورت كده، يعتبر شورت، وسعره كان 25 جنيه. شايفين كل الحاجات دي ام 25 جنيه، على فكرة ماركة كمان وبراند، دي من التراب يعني، يا بصوا تحسوها متطربة شوية، بس هي كبلوزة حلوة يعني كويسة جدا، وسعرها 25 جنيه. يعني في الاستندات الكتير دي ممكن تطلع حاجات لقط. برضو البلوزة دي جميلة، بصوا ما فيهاش اي غلطة ولا فيها اي حاجة، كان لونها اوف وايت مش ابيض. هنا كان في الستاند ده كان سعره 20 جنيه، قلت برضو نلقي نظرة كده ونشوف ايه الحاجات اللي موجودة عنده. كان في ليجن، في حاجات استرتشات، وكان سعرها 20 جنيه اهي. الاسترتشات كانت اللي هي الكرينه، بس الكرينه الاصلي. هدخل لكم هنا على ستاند لبس اطفال. هنا كان في برضو الاسعار بالنسبه، بصوا شايفين انا مشيت لحد فين، لحد يعتبر اخر الكوبري، يعني يعتبر اخر الاستندات تحت الكوبري. بصوا الاستند ده كان ب25، واللي جنبه كان ب50 جنيه، كان في بناطيل حلوه ومعقوله قوي اللي هي ب25 جنيه، كان معظمها هنا بناطيل بيتي. الفستان ده كان سعره 55 جنيه. الجاكيت ده كان حلو، بصوا جاكيت جينز كده جميل معقول ب55 جنيه. البلوزه دي كانت شكل كده غريب، كانت واقفه يعني الخامه بتاعتها كانت ناشفه قوي، وسعرها 50 مش ب55 جنيه. دي برضو بلوزه تانية مش عارفه والله راح فين، لاني ساعات ببقى مصوره حاجات وتختفي عندي، والله مش عارفه ليه، ممكن ما يكونش اتحفظت، فالواحد بيبقى تعبان في التصوير وابص الاقي المقطع مش موجود، ففي ممكن احيانا بتورد معايا كتير. يعني اهو احنا وصلنا عنده. الستاند ده كان كله على استنى هقول لكم سعر، السعر اهو كان ب40 جنيه. اللبس ده كان سعره 40 جنيه، بصراحة عجبتني، كان في حاجات حلوة، يعني كان في فساتين أطفال كويسة جدا وسعرها 40 جنيه. ده فستان، بصوا بقى من التراب بدأت الحاجة تتملي تراب، يعني الحاجة بقت مطربة، بس الفستان ده جديد. شايفين ده برضو حلو قوي على فكرة، والستايل بتاعه جميل جديد وليه زي رباط كده، والفستان تحفة ب40 جنيه، سعره 40 جنيه. ده فستان بنوتاتي برضو شكله جميل، بصوا شكله حلو قوي، ليه زي رباط كده بكور حلو قوي. بص دي البلوزه دي او الدريس ده من دريس من ماكس، ينفع للسن المحيراتي. الفستان ده برضو حلو قوي، ده كده كان الستاند ده كان مركون كده على جنب ناحيه الكوبري، فشايفين ده كمان الفستان ده جميل جدا، برجع بوريكم سعر او تيكت السعر. في حاجات كتير هتقابلكم، استندات ب25 ب15، في استندات تلاقيها كده ب10 جنيه، بس عايزه تقليب، يعني لما تفضلي تقلبي فيها ممكن تلاقي قطعه قطعتين لقط، فالموضوع محتاج صبر ومحتاج ان انت تلفي كتير في الوكاله، يعني مش من اول ما توصلي تزهقي، لا عايزه طولة بال شويه.
شايفين الفستان ده برضو حلو قوي، كله بوليسيه كده وسعره 40 جنيه. دي كلها الستاند ده كله كان فيه حاجات اطفال، ده كاروهات اطفال بنوتاتي برضو بس شتوي مش صيفي. دي جيبة برضو كان شكلها معقول حلو قوي، والفستان ده برضو كان شكله جميل، الستايل بتاعه حلو، شكله حلو قوي بكم. شايفين ده برضو كان واقف شوية، يعني خامته مش طريه لا، بس هو ممكن عشان جديد ممكن مع الغسيل بيبقى طري بعد كده. وفي على فكره في انواع من الاقمشه بتمسكيها تلاقيها ماسكه شويه او مخشبه، انما مع الغسيل بمجرد ما بتتغسل بتبقى حلوه قوي، ما بيبقاش يعني بتطري بمعنى اصح. دي برضو كل دي انا بوريكم ايه الحاجات اللي موجودة على الستاند، يعني انا عمالة اطلع كده ووريكم مش بختار حاجة معينة. بصوا الفستان ده جميل بصراحة، تحفة، لونه كان زيتي كده وحلو قوي. وشايفين ده كمان، طبعا انا كنت كل شوية بوقف عشان خاطر المكان ده تعدية، الناس بتعدي منه، يعني سبحان الله المكان كله واسع، وكانوا يستقصدوا يعدوا من الحتة اللي انا واقفة فيها. يعني المكان اللي بصور يا جماعة ده، طب انا بصور لا، مكان تعدية فلازم نعدي يعني، فهنعمل ايه يعني. الفستان ده برضو كان حلو قوي، قط كده وبنوتاتي حلو قوي. ده فستان برضو يعني يعتبر الجزء ده كده من الستاند، معظمه كانت استندات اطفال عشان خاطر يبقى احنا كده عملنا الجولة متنوعة من اللبس اللي انتوا شايفينه. بس بصراحة الجو كان عجيب، يعني سبحان الله فعلا انا ما كنتش متوقعة الجو يبقى بالشكل ده. خلصنا الجولة بتاعتنا يا حلوين لحد هنا، اتمنى تكون الجولة عجبتكم وتكون نالت رضاكم. ما تنسوش اللايك يا حلوين، واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من بيت العيلة الكبير مع عبير. مع السلامة وفي حفظ الله.